السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تأتي هذه الوقفة الاحتجاجية نظرا للارتفاعات الصاروخية اللي كتعرف المشتقات البترولية. كنتمناو أن المسؤولين تكون عندهم الأذان صاغية باش تحل هذا المشكل هذا، لأن بحال اللي كنعرفوا قطاع نقل المستخدمين هو واحد القطاع حيوي يشغل تقريبا 900 مقاولة من بينهم المقاولات الصغرى والمقاولات المتوسطة التي أصبحت مهددة بالإفلاس نتيجة هذا الارتفاع الصاروخي ديال الثمن ديال الغازوال. ولهذا ارتأت جمعية الأمل والوحدة أن تقوم بهذه الوقفة الاحتجاجية الإنذارية، راجين من المسؤولين أن يجدوا حلولا آنية لهذه الآفة التي أصبحت تهدد الاقتصاد الوطني. ولا يفوتني الأمر أن أحيي بعد جميع المقاولات الحاضرة معنا الآن، وكذلك السائقين المهنيين اللي أبوا إلى أن يحضروا معنا، لأن بحال اللي كتعرفوا الارتفاع ديال الغازوال راه كيؤدي حتى إلى الارتفاع أو غلاء المعيشة. وهذا ما كاين، وشكرا. سمعت اول حاجه اللي جينا نوقفوا عليها هنايا هي القضيه ديال الزياده الصاروخيه اللي كاينه في الغازوال. الاحتجاج ديالنا حنايا الاحتجاج ماشي جينا غير باش نوقفوا، صافي جينا نحتاجوا للحكومه، حيت الحكومه هي اللي في يدها الحل، وهي اللي في يدها يعني هي السبب ديال المشكل هذا. علاش؟ لان دابا الغازوال وصل 11 دراهم. هو اللي جينا نشوفوا حنايا الثمن ديالو حقيقه ما وصلش هذا الثمن هذا. علاش؟ لان الدوله عامله واحد الضريبه ديال 3 دراهم ونص. ديك الضريبه ديال 3 دراهم ونص علاش عملها الدوله في هذه الساعه هذه؟ انتينا كحكومه شنو هي الخدمه ديالك الا جينا خدمه الحكومه العالم شنو هي؟ هي انك تحافظ على القدره الشرائيه ديال الشعب ديالك، تحافظ على استقرار الاسعار. انتينا شفتي الغازوال طلع، والغازوال ماده حيويه اللي كيعتمد عليها اقتصاد اي دوله. اذا انتينا كدوله ملي شفتي السوق طلع يعني والمواد يعني هذا الغازوال ملي طلعوا مع المواد كاملين المعيشه غلات، علاش ما تزودش هذه الضريبه هذه؟ انا الدوله ما تكذبش عليا تقول لي لا انا غادي نعمل لكم الدعم صندوق المقاصه، لا ما تعاونيش ما تعمل لا صندوق المقاصه لا دعم. زود ديك الضريبه ديال 3 دراهم ونص، دابا عامل 11 درهم، الا زودتي ديك الضريبه شحال غيرجع؟ 8 دراهم و 8 درهم حنا مسلكنا، والمعيشه غترخص ديك ساعتي. اذا انا الحاجه اللي ما فهمتهاش هي علاش الدوله ما بغاتش تعمل هذا الحال. علاش؟ لان حاليا في هذه الساعه هاد الوقفه اللي عملنا هذه الا زدنا استمرينا والمزودات بالزياده راه النص كبير غادي يعمل افلاس ديالها، النص كبير غادي يدخل الحباسات، النص كبير غادي يدوا له الطوموبيلات. اذا نبقاو ساكتين حنايا ما يمكنش، وانتينا كدوله خصك تجيب لنا الحل لهاد المشكل هذا اللي واقع. الحكومه عاد تشوف هاد المظاهرات تستجيب للدعوه ديالك. سو هي الدوله الا ما لويتي لها شي دار ما غاتستجيب لكش، الا ما زيرتيهاش راه ما غاديهاش فيك. يعني خص اليوم مظاهره، وخص السيمانه الجايه مظاهره، وخص مظاهرات، ولا اقتضى الحال نوقفوا ديك لازو. علاش؟ لان الدوله الا ما زيرتي لا شي دا راه ما غادي تشوف شي فيك. وحنا ماشي باغي الفوضى ولا شي حاجه، حنا حيت مضرين، حيت كلينا الضاق عليها باش جينا وقفنا هنايا. اما الا كانت الامور ديالنا مزيانه وكانت الدوله مش يعني مسعفه معنا، علاش نوضو حنا نحيحوا ونوضو ناخذ؟ راه بنادم حتى كيضر عاد كينوضي هذا. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.